عود على بدء. اتفاق الدوحة هو الحل، وأي بديل من أجل فك عقدة الأزمة الأفغانية مصيره الفشل. هكذا صاغت حركة طالبان بيانها في الذكرى السنوية للاتفاق، الحركة التي جددت التزامها ببنود اتفاق الدوحة الموقع مع الولايات المتحدة الأمريكية، واصفة إياه بأداة مؤثرة لحل الأزمة المتصاعدة في كابول. قبل شهر بالتمام من الموعد المحدد لسحب أمريكا قواتها من أفغانستان، تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة شاملة للاتفاق، الأمر الذي يثير قلق الحركة من أطراف تتقاطع مصالحها مع الأجانب وتسعى لاستمرار الاحتلال على حد وصف بيان طالبان. الإفراج عن سجنائها المتبقين وشطب أسماء قادتها من القائمة السوداء للأمم المتحدة، شروط طالبان من شأن تسريع وتيرة العودة إلى المفاوضات، بعد تأكيد الحركة بأنها أوفت بالتزاماتها لجهة الحد من العمليات العسكرية على المدن والقواعد العسكرية، فيما اتهم الطرف المقابل بانتهاك الاتفاق عبر شن سلسلة من العمليات والغارات الجوية. من جانبه الرئيس الأفغاني اتهم حركة طالبان بأنها كانت تفكر في إسقاط الحكومة، لكن القوات الأفغانية أفشلت هذا المخطط حسب تعبيره. المجتمع الدولي يحرم منذ 40 عاما أمة ذات تاريخ عظيم وحضارة ناصعة وشعبا حيا من واحد من حقوقه الأساسية وهو السلام، وهذا غير مقبول إطلاقا. نريد سلاما دائما وكريما يأتي بسواعد قواتنا الأمنية وطريقة تفكيرنا وإرادة شعبنا، وهذا السلام قادم لا محالة. يتبادل الطرفان الاتهامات في أفغانستان ويجلسان على طاولة واحدة في الدوحة لمناقشة وقف إطلاق نار يعيد الآمال لسلام أفغاني منشود.